ولكن بيشرفنا الآن كابتن أحمد فوزي لتقييم أداء حراس مرمى اليوم. نورنا وألف مبروك كابتن أحمد. الله يبارك في حضرتك، مبروك على الثلاث نقاط ومبروك على إن إحنا بنوقف نادي بيراميدز وبنكمل في مسيرتنا الطبيعية. لسه بدري قوي على الدوري، ربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله. يمكن من أسوأ مباريات الحراسة على مستوى الحارسين. قبل اللقاء قلت إن دول حراس منتخب مصر ومعاهم مصطفى شوبير، أعتقد دول الأساسيين أو دول المتواجدين. النهاردة الاثنين خارج التركيز تماما، يعني لو مشينا بالحالات هنشوف، ولكن انا مستغرب اثنين بقيمتهم هما الاثنين، كابتن محمد الشناوي 36 سنه واحمد الشناوي 33 سنه، بيلعبوا مباراه فوق ال 300 مباراه اذا كان للكابتن الشناوي او 270 مباراه للكابتن احمد. فحاله غريبه جدا، يمكن الله اعلم، يمكن الحر، يمكن الجمهور فرق معاهم، انا مش عارف بصراحه. المفروض الجمهور ده حاجه ايجابيه لينا، انا شايف النهارده انها كانت سلبيه عليهم. نرجع من اول مباراه، يمكن ما كانش في اي حاجه على الحراس لحد الهدف الاولاني اللي احرزه النادي الاهلي. تعامل خاطئ من الشناوي في حاجتين، هنمشي بالحالات واحده واحده نجيبها ونقول ايه اللي كان المفترض يتعمل. وتاني انا هنا بتكلم على المفترض، مش بتكلم على ايه اللي حصل. هنا الشناوي هو قبل، معلش ارجع، والكره في رجل حسين عشان هقول حاجه مهمه، والكره في رجل حسين. الراجل هنا جوه ال 18 قبل ما يلعب ماشي. الشناوي بس استنى ثواني هنا بس. الشناوي هنا بينه وبين العارضه نص يارده تقريبا. هو هل حسين ممكن يشوط هنا في الدقيقه وكم نسبتها؟ 20%؟ 10%؟ ممكن، انا بقول ممكن، ولكن الاغلب هيعمل ايه؟ 0%. ما يعني ممكن يا كابتن نقول 10% يا كابتن بلال. هيلعب عرضيه لان كمان الباك قافل والزاويه بتاعه الجول. اوكي، انا برضو كحارس انا بامن نفسي، ممكن ماشي. تخبط وترد يعني ما تضمنش، فانا بامن بنسبه قصيره او بنسبه صغيره. هو المفترض هنا انه يقطع في نص السكس يارد او كمان خطوه يمين ويقلب ثواني معلش ويقلب المرمى، اكن المرمى اتقلب من على خط السكس يارد للعارضه، بحيث وهي بتتعمل بالعرض يا اما يروح ياخد بالعرض يا اما يقفل على طاهر محمد طاهر. سيبك بقى من وسام ابو علي، مالناش دعوه بوسام، لان الاخطر دلوقتي مين؟ طاهر. الاخطر بالنسبه لي طاهر محمد طاهر. هو فتح رجله كده ليه كمان؟ ما هو يا كابتن، ما انا لسه هقول لحضرتك. هو ايه؟ هو مش متوقع انها تتعمل بالعرض، هو بيلعب على ان حسين هيشوف بس، ما بيلعبش على الثانيه كان لازم ياخد خطوه بالجنب في نص السكس يارد عشان يبقى واقف في نص السكس يارد، تتشاط في الجون يطلع تتعمل بالعرض يروح ياخد. حتى لما اتعملت، امشي معايا واحده واحده بقى، حتى لما اتعمل بالعرض عمل ايه؟ راح وما عرفش يعمل حاجه، راح مادد رجليه على اساس ان طاهر هيلعب في الجون. الطبيعي حتى لو انا مش واصل لطاهر كنت هعمل ايه؟ هعمل بلوك من مكاني واروح اطير على الكره وهي معموله بالعرض. تاني، انا عايز قبل ما توصل لطاهر توقف الكره بس هنا بقى المفروض اعمل ايه؟ هو هنا بيعمل بلوك وواقف على خط الجول. الطبيعي انه يقطع، صح يا كابتن علي، المفروض انه يقطع بالعرض عشان ياخد الكره او يروح يعمل بلوك على طاهر محمد طاهر. عدت الاثنين وراحت لوسام، دي مش قصته، انما احنا بنتكلم في الاصل. الاصل انه كان ياخد الكره دي بالعرض، وهو تمركزه الاولاني هو اللي خلاه بعيد عن الكره والحمد لله. نكمل خلاص، هي بعد ما عدت من طاهر راحت لوسام، هو ملوش اي ذنب في حاجه، لان كان المفروض يبقى فيه باك رايت مغطي، يعني ده الطبيعي يعني. فانا شايف ان الاول تمركزه هو اللي كان خاطئ وهو اللي بعده عن الكوره. الهدف ده احنا قبل المباراه، يعني قبل المباراه كنا بنشيد بالانقضاض بتاع الشناوي. هنا الشناوي الكوره وهي بتتعمل عمل ايه؟ وقف بين السكس يارد وبين بين ال 18 وما عرفش ولا يطلع ولا ينزل. لما طالت شويه راح عامل ايه؟ طلع يجري ووقف مكانه. هنا الشناوي لازم يروح يترمي بالعرض، لازم يترمي بالعرض بحيث يقفل اكبر مساحه ممكنه، خاصه ان الكره لسه تحت رجل الراجل. فانا هجري وراه، هو جري، هو راح في سكه تاني. يعني معلش لو الكاميرا ترجع لي انا. اوكي، الكره فيستو مايلي جاي لي كده من الناحيه دي، الشناوي راح معاه في سكته وراح بجسمه وهو واقف لفوق. الطبيعي في الحاله دي الراجل هيعدي كده، وانا الطبيعي ان انا هروح اترمي كده اهو في السكه بتاعتي، انا هترمي في الحته دي بحيث اقطع عليه. رقص وطلع بره، الكره هتطلع بعيد وفي سردباك جاي في ظهري حط في الجون، انا هكتب معاه واترمي. هو ده المفروض كان الشناوي عمله، انما الشناوي عمل ايه؟ راح بجسمه كده وبعدين حب يفرد رجليه، فبقى بره الكره خالص.
عشان كده الكره عدت من جنب رجليه بكل يعني اريحيه. فيعني هو ما تحملش الجزء الاكبر منها، ولكن يتحمل على الاقل 30-40% من الهدف، لانه في الاول وفي الاخر انفراد صريح. كنت اتمنى ان الشناوي عنده ميزه في الانقضاض، كان يكمل خطوتين. يعني هو جه واقف بين ال 6 يارد، ونرجع بقى لللايف، بين ال 6 يارد وبين ال 18 هو وقف، الراجل معاه واحد بيعكرش في ظهره زي ما بنقول عليها كده بلغه الكوره، يعمل ايه وهو بيعكرش في ظهره؟ اول ما يعدي يلاقي الشناوي واقف في قلبه على طول. انما الشناوي استنى لحظه، اللحظه اللي استناها دي خلت الراجل يحط ربيعه في ظهره ويدي مساحه لنفسه انه يعرف يلعب الكوره. بعد كده خلينا بس قبل ثواني ماشي، قبل بقى عشان نكمل موضوع ان الشناوي مش مركز، الكره دي طلعت بره، ولكنها هتيجي فينا هدف في الجون الثاني، وهتيجي فينا بواحده ثالثه محمد حمدي هيحطها بره، وهنتكلم فيها بالراحه. هنا الشناوي، انا قلت قبل المباراه، ثواني معلش، قلت قبل المباراه يا ريت الشناوي يبعد عن خط الجون شويه ويتحرر في 6 يارد. الكره لما يبقى ده مكانها واللعيبه بتاعتي واقفه على خط ال 18، لازم انا كحارس تمركزي يبقى على الاقل عند 4-5 يارد. ليه؟ عشان ادي نفسي مساحه ان انا اتحرك لما تتلعب على ال 18 لحد نقطه البنالتي، يبقى ليا مساحه ان انا اخش. اولا عشان حد يرفع من هنا وتخش جون وانا واقف عند ال 6 يارد، يبقى انا صعب جدا. تمام. انما لما اقف هنا عند ال 6 يارد والكره بتتعمل من هنا اهون، المساحه دي كلها ال 18 او من ال 6 يارد لل 18 على الاقل هيبقى ليا 6 يارد بتوعي لوحده. فهو الشناوي بدايه التمركز بتاعه كان متاخر. نمشي بقى بالكره واحده واحده، وهقول لك حته اوقف فيها عشان خاطر اوريك حاجه. ستوب هنا، ستوب هنا بس هقول لك حاجه. الكره دي استحاله انا اوصل لها، انا مش مقدر خالص كشناوي، انا مش الكره دي بتنزل مش بتطلع. هنا في فرق بين الكره هتطلع وهتنزل، بس هو عشان متاخر تحت مش هيلحق. هنا لو الراجل لمس، اعتقد احمد سامي لو كان لمس، رامي ربيعه وامام ومحمد عبد المنعم الثلاثه اعتمدوا على ان الشناوي خد، فما عملوش جامب اصلا. عشان كده لو سامي كان لمس كانت الكره دي جول. نكمل واحده واحده اهو، شوف كله اعتمد ان الشناوي طالع وهو ذات نفسه مش عارف هو رايح فين. خلي بالك برضه يا كابتن، انا لو انا مدافع والكوره في حوزتي او الكوره جايه، مش هعتمد بنسبه كبيره على اللي ورايا، لان انا شايف الكوره كويس. اوكي أنا يعني عارف. هو لو حد اعتمد من المدافعين على ان الشناوي وراه وطالع، برضه يبقى خطا من اللاعب. اللاعب طبعا ده شيء طبيعي طبعاً. بس ساعات يا كابتن احساس في الملعب، وحضرتك لعبت كتير وعارف احساس في الملعب، بتحس بدبدبه جايه من وراك من الحارس حتى من غير ما ينده اسمه، تعمل ايه؟ ده غصب عنك، ده حاجه طبيعيه، بتقف سيب له الكوره بتقف. فطبعا هنا الشناوي، انا زي ما بقول لحضرتك، هي المشكله كانت في التمركز والخطوات بتاعته كانت بطيئه جدا، هو ده اللي ما قدرش يوصله للكوره. نمشي بعد كده الهدف الثاني ونقف في ستوب هنا. ارجع برده، ارجع معلش، والكوره في رجل الشيبي. بص يا كابتن، نفس الكلام اللي قلته على محمد الشناوي. بص احمد الشناوي واقف فين بينه وبين العرض قد ايه؟ نص يارد، نص يارد، وزمايله كلهم عند ال 6 يارد. الكره كانت عايزه تبقى خطوه لقدام. اولا هو بيتنطط والكره بتتلعب، اخرته في الحركه. تاني حاجه خد خطوتين بالجنب. نرجع بقى وتعالى لي انا بقى، ارجع لي انا معلش عشان اخلص القصه دي. الشناوي عمل حاجه غريبه قوي، يعني الشناوي خد خطوتين بالجنب كده. طب هو انهي اسرع، اتحرك جانبي ولا اتحرك مواجه بوشي ورجليا هي اللي بتتحرك عشان اقدر اوصل للكوره؟ الشناوي عمل حاجه غريبه جدا، عمل جنبين وراح متنطط كده لحد كده، هو مش مقدر الكوره راح فين كده. ده بيأخره في ايه؟ بيأخره في الجنب وبيأخره في الحركه. في الحركه الطبيعي يعمل ايه وهو كده؟ ادي خطوه والثانيه وهطلع واطلع، بس دي كل بسهوله. اللي اخره في الكوره دي وعدم تقديره حركته من تحت برجليه، سبق تمركزه تحت وحركته الجانبيه. كان لازم يتحرك حركه اسمها الحركه المقصيه، الرجل البعيده تسبق الضيقه القريبه عشان تزق بالقريبه فتطلع تاخد، وده اللي اخره وده السبب في الهدف الثاني. هوريها لك برده في الكره اللي انا بقول عليها اللي بعد دي ان شاء الله، بتاعت حمدي. بتاعت حمدي، هو برده ضرب بوكس من مكانه ووجه البوكس جوه ال 18 وما لحقش يرجع وحطها حمدي بقى، فحمدي حطها بره. مش دي ما هنمشي بعديه، يعني برده احنا زي ما بنقول التقدير فيها يا احمد. نعم، يعني مهما الخطوات، الغلط مش في الخطوات، ما هو التقدير، الغلط في تقدير الكروس نفسه. وانا معاك يا كابتن، بس يعني عشان اقدر الكروس نفسه لازم انت كحارس مرمى تبقى عارف الكره جايه،
قوتها فين وهتروح فين. حلو، وانا مع حضرتك. انت لازم تروح على اقرب يعني ابعد حاجه لما تطلعش خالص. حلو يا كابتن. وانا بقدر الاول التقدير فشل، ايه اللي وصلني اسرع؟ رجلي. انا قدرت غلط، زي ما قدر في الكره اللي فاتت اللي قلت لو كان احمد سامي لحقها بدماغه كانت دخلت جوه. فالتقدير هو قدر مش كويس، بس كان ممكن يلحق لو خد خطوات مقصيه، انما هو قاعد ياخد خطوات جانبيه جانبيه جانبيه. خليته يعمل ايه؟ اصل كابتن كل ما بتاخد خطوه جانبيه بتعمل ايه؟ تنزل تحت. ايوه بتنزل غصب عنك. انما طول ما انت بتجري بوشك انت بتجري واقف على رجليك. انت بتتكلم على الخطوات الجانبيه بتعمل ايه؟ ايوه هي دي بقى، معلش تاني. بص، هي دي برضو نفس التمركز، برضو تحت، برضو راح واخد خطوه جانبيه ونط برجليه الاثنين، منط برجليه. كان المفروض على الاقل يمسك. طب هتضرب بوكس، يبقى تضرب بوكس هنا الناحيه دي، مش تحط البوكس في نص الجون. بس ممكن بص في دي يا كابتن احمد، معلش يعني بعذر الشناوي في حاجه. رامي إيه؟ حد مزحمه؟ رامي يا كابتن. رامي ربيع. بص رامي ماشي، وانا بقول لحضرتك انا معاك. اضرب بوكس. انا يعني بدافع عن الشناوي في دي. وانا بقول لحضرتك حاجه، انا ما قلتش ان انا الشناوي مش صح، انا قلت حتى لو هتضرب بوكس ما تضربوش في نص الجون، بقول لك اضرب بوكس هنا عند الخط. بس هنا هو بيضرب وهو طالع بيضرب. بص ممكن وقف عند ممكن رامي ربيعه. ممكن يكون رامي زق. ايوه بالظبط، هو رامي دخل كانه مهاجم معاه. فده اللي اثر على البوكس بتاع الشناوي. انا معاك، بس انا بقول لحضرتك انا مش قصدي حاجه، انا قصدي ان الشناوي النهارده مش يوم. عادي، دي اوف بتحصل في الكوره، هي تكمله ان اليوم مش يومه. ما انا مش قصدي ان هو عادي، ما هو ياما طلع كتير وياما شالنا وياما جاب لنا بنط. يعني الشناوي جون كبير، جون كبير. أي. كبير. أي. انما النهارده دي اوف للامانه، يعني عشان بس الواحد يقول ليه واللي عليه. خش على احمد الشناوي. اخش على احمد الشناوي. ايه لا، البنالتي طبعا يعني ما فيهاش حاجه، وهو كان متوقع ان وسام يعملها زي الماتش اللي فات، انما وسام طبعا غير وحطها بقوه، وحتى لو كان راح معاها ما كانش استحاله يصدها، لانها راحه قويه جدا وفي حته صعبه. الهدف الثالث واحده واحده، وهنا الشناوي هنا كل حاجه عملها يعني وحشه. ماشي. اولا هو طار من مكانه، ما كانش شايف الكوره عشان احمد سامي راح يقابل، فكان المفروض يعمل لنفسه زاويه رؤيه. ثالثا ودي الاهم بقى بالنسبه لاي حارس مرمى، انا كجون الراجل بيلم وبيفتح على رجله اليمين، هعملها فين؟ لازم هعملها على الشمال، على شمالي. يعني وهو عارف ان قفشه بيعرف يعمل الحاجات دي كويس، يبقى كان لازم اخد نص خطوه. انما هو هنا طار من مكانه وطبعا رجع لورا ففتح الجون زياده. انا شايف ان يعني الشناوي برضو النهارده غير موفق تماما، وده تكمله لمباريات الاهلي. وانا قلت لحضرتك قبل المباراه هو بيجي في ماتشاتنا الحمد لله ما بيبقاش يعني. خلي بالك ده قفشه لعيبه من بعيد برضه. ايوه مش صعب، مش صعبه يا كابتن. نص الجون واخده مساحه. الطبيعي قفشه لعيبه من بعيد، مسافه بعيده. الطبيعي انا كحارس هعمل حاجه بدل ما اطلع كل ده، انا هاخد خطوه صغيره في خطوه كبيره واطير. هو طار من مكانه في الماتشات الكبيره. نعم، انا قلت كده قبل الجيم، قلت ان هو في الماتشات الكبيره ما بيبقاش في قمه تركيزه. صحيح. اسف على تشريك الاجوان بس غصب عني والله. لا 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 بالعكس، انت بالك قد ايه ما جتش من عندنا كابتن. ده ثالث ماتش. شرفتنا يا كابتن احمد، والف الف مبروك.